مواقف كتيرة قوي مثيرة للجدل بتحصل من الفنانين الفترات الأخيرة وبتخليهم يتصدروا الترند الفترة كده، زي مثلا إن فنان مشهور يضرب شاب بالقلم، وده شفناه حصل مع عمرو دياب، وزي ما شاب يضرب فنان بالقلم وده اللي حصل مع محمد رمضان الأيام اللي فاتت. بس اللي أول مرة يحصل إن فنان يخلي المساعد بتاعه يربط له بجزمة. زي ما سمعت كده. تعال أقولك بقى الحكاية من البداية للنهاية. الحكاية بدأت بسبب المطرب الشاب الشامي، وده لما انتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا من كواليس واحدة من حفلاته اللي قدمها الفترة الأخيرة في موسم الصيف. والغريب إن شامي في مقطع الفيديو المتداول لما مقدرش يطلع المسرح وخلع الجزمة بتاعته وملبسهاش لوحده، دخل واحد من المساعدين بتوعه يلبسوها له وربطها له كمان. وبسبب التصرف ده أثار جدل كبير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلى ناس كتير تنتقد تصرفه، وخصوصا إنه لسه مطرب جديد وناس كتير متعرفوش ومقدمش حفلة معروفة غير حفلته مع جورج وصوف. واللي ما تعرفوش بقى ان شامي مقرب جدا لجورج عشان تبنى موهبته وشاركه قبل كده في حفل غنائي في دبي في شهر يونيو اللي فات. بس قربك من جورج وصوف ما يخليش مساعدك يربط لك الجزمة يا فنان. شاركونا رأيكم بقى في التعليقات في اللي حصل، اذا كان صح ولا غلط.